الرياضة لا تعرف عمرا، وهذا ما أثبته إيد ويتلوك الرياضي الكندي البالغ 85 خريفا. ويتلوك قطع مسافة 42 كيلومترا في 3 ساعات و56 دقيقة و33 ثانية، ويقول إن الحافز وراء الركض هو تحقيق الأرقام القياسية. الأطباء في جامعة ماكجيل في تورونتو الكندية أخضعوا الرياضي الثمانيني للاختبارات الفيزيولوجية والإدراكية، ثم قاموا بوضعه تحت جهاز قياس المعدل الأعلى للأكسجين أثناء بذل الجهد والمعروف بـ VO2 Max. وعادة يتم قياس كمية الأكسجين بالملي لتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الدقيقة، وكلما ارتفع الرقم كانت اللياقة أعلى. ذلك يعني أن الرياضي يمكن أن يصل معدله إلى 90 مقابل 20 للشخص العادي. وسجل ويتلوك رقما مميزا عند 54، وهو يضاهي معدل شاب جامعي يمارس الرياضة. الباحثون وصفوا النتائج بغير المسبوقة لدى شخص في الثمانينيات قبل أن يخضعوه ثانية لتصوير واختبارات تشريحية لعضلاته، ومعروف أن الوحدات الحركية تتراجع مع تقدم السن، وبالنسبة إلى شخص يتمتع بصحة جيدة لديه 160 وحدة حركية في الساق، وهي التي تساعد على تحريك القدم. ووجد الباحثون أن عددها عند ويتلوك بحدود 100، في حين أن العدد لدى أقرانه قد يتراجع حتى 60. ظاهرة ويتلوك أذهلت العلماء، فهذه العضلات النحيلة ما زالت تحارب تقدم السن. والسر وفق العلماء أن ويتلوك محظوظ لامتلاكه مواد كيميائية قادرة على أن تحافظ على كتلته العضلية للجسم، بينما يصر ويتلوك على أن الرياضة وحدها هي السر. نوال عياض، العربية.